انضم إلينا هاتفيا من الموصل صهيب الفهدوي مراسل غد. صهيب، ما هي آخر مستجدات في حادث غرق هذه العبارة؟ أين وصلت الأعداد إلى الآن وكيف تبدو جهود الإنقاذ هناك؟ سهام الإحصائية ارتفعت من 40 غريق إلى 60 غريق بحسب دائرة صحة الموصل، ما أكدت أن الحادثة تسببت حتى الآن بمقتل أو بغرق 60 شخص، غالبيتهم النساء وأطفال من الذين كانوا على متن العبارة التي غرقت. وتستمر عمليات البحث والتحري، هنالك تقريبا 20 شخص حتى الآن لا زالوا مفقودين في عداد المفقودين. تم إنقاذ نحو 13 شخص غالبيتهم من الأطفال الذين كانوا على متن العبارة. هنالك معلومات وردتني لم أتأكد منها حتى الآن بوصول رئيس الوزراء إلى مدينة الموصل للوقوف على تداعيات هذه الحادثة. أيضا رئيس الجمهورية توعد بمحاسبة المتسببين بهذه الكارثة التي حلت في مدينة الموصل. وحتى الآن لا تزال فرق الدفاع المدني ومتطوعين وكذلك أجهزة الشرطة والمجد تشارك في عمليات البحث والتحري عن المفقودين. في الحقيقة أكثر ما يثير يعني القلق هو عدم معرفة عدد الذين كانوا على متن العبارة بالتحديد. هنالك مصادر محلية تتحدث عن أن هنالك نحو 200 شخص كانوا على متن هذه العبارة التي لا تسع سوى إلى 60 شخص، وهذا قد يكون سبب رئيسي في غرقها في مياه نهر موسون. لذلك عمليات البحث مستمرة حتى في بعد مخيف الترس، ولربما هذا قد يصعد من عمليات البحث والتحري بالإضافة إلى سرعة جريان نهر بلدة. هذا كان سبب رئيسي في إعاقة عملية الوصول إلى الضحايا الذين سقطوا من العبارة. نعم صهيب الفهداوي، شكرا جزيلا لك، سوف نتابع معك مستجدات هذا الحادث. شكرا جزيلا لك، كنت معنا من الموصل.